المحترفين الآسيوي. بالأمس تعادل الجزيرة وخسر الأهلي، والشارقة أكمل اليوم عقد الأداء الذي احترت بماذا أسميه. ودعوني أسألكم سؤالا بسيط، إذا سجلت أنت أولا وأنت من تلعب على أرضك، فهل الحال بصالحك أم بصالح من تلعب أمامه؟ قد تختلف الآراء، والشارقة هو من أجابني حين أحرز له البرازيلي أندرسون، ويا ليته لم يحرز الهدف هذا حين أظهر الشباب وجهه الثاني والذي يعرفه كل من قابله وهو متخلف بهدف ويريد نقاط اللقاء. فتحرك مثلث برمودا لديه ناصر الشمراني وعبد العطيف وكاماتشو، فأهدوا فريقهم أول الغيث عبر ركلة جزاء احتسبت لصالح ناصر، وتكفل بها هو بنفسه مسجلا هدف التعادل الذي لم يكن آخر الغيث حتما، حيث جاء الهدف الثاني قبل نهاية الشوط هذا. ومن الثنائي ناصر وعبد العطيف، والذي ختم تعاونهما عبد بكرة ليست بالقوية أبدا لكنها وجدت ذكاء بتوجيهها محرزا الهدف الثاني، والذي انتهى به عطاء الشباب لهذا النصف، في حين لم نرى للشارقة أي تحرك سوى الهدف الأول. وجاء وقت المباراة الثاني الذي بدأه الشباب وكأنه المتأخر وليس الشارقة، حين أضاف البرازيلي كاماتشو الهدف الثالث وسط أنظار المدافعين، وكأنه يذكرهم بأهداف بيروز الإيراني والتي كانت كلها من أخطائهم. وقد أكون قد قسوت على الشارقة أو الأندية الإماراتية لأدائها بدور المحترفين، لكني عندما أرى أربعة فرق تهز أسماءها آسيا كلها، تقف ثلاثة منها بمؤخرة الترتيب، والجزيرة فقط يقف بالمركز ما قبل الأخير، يعتصر قلبي وأسأل اللاعبين قبل المدربين، ماذا ينقصكم كي تكونوا ضمن فرق المنافسة؟ وعلى العموم انتهى اللقاء لصالح الشباب السعودي بثلاثية نظيفة مقابل هدف واحد للشارقة. عمار علي، صدى الملاعب.